اهلا بحضراتكم مره اخرى. فضيله الامام، يعني بعيدا بقى عن داعش، يعني نحن كمسلمين كأناس حتى من غير المسلمين، أناس متحضرين، كيف نتعامل مع الآثار الخاصة بالأمم السابقة؟ هل يمكن أن نقتني بعضا منها أو حتى نماذج مشابهة أو مطابقة للنماذج الأصلية؟ هل يجوز أن نحتفظ بها في بيوتنا؟ نعمل زي المسلمون في مصر. مصر عندها 80% من آثار العالم، يعني إذا كان في 12 ألف حتة في العراق، ده حاجة كويسة وكل حاجة في أمانة الله، ولكن احنا عندنا 80% من آثار العالم كلها، والعشرين متوزعة على الدنيا كلها. حضارة الأنكا في أمريكا، ولا إذا كانت الأشوريين وكذا، ولا حضارة الهند القديمة والصين القديمة، احنا 80 وهم 20. ولذلك كنت تلاقي عندنا في الصعيد الفلاح وهو بيفحط في الأرض يلاقي خاتم، يلاقي فص عليه جعران كده أثار، يعني الأرض مليانة أثار، وما زال إلى اليوم يكتشفوا الأثار، بيحفروا بير ولا بيعملوا حاجة ولا بيبنوا بيت فيلاقوا الأثار، الأثار في كل طبقات الأرض. فالمصريون ما يعني طبعا تعاملهم مع الآثار اختلف من جيل لجيل لجيل، زي ما شفنا الصحابة وكذا إلى آخره. لكن لما جه على أيام محمد علي، محمد علي حول كثير، لأن الآثار كانت يعني في كل حتة، كل حاجة آثار، فخد منها علشان يبني القناطر. فالقناطر دي معمولة بأحجار أثرية. قيمة الآثار زادت بعد ما تحولت الآثار إلى علم، وبعد ما أيضا استطعنا فك الرموز اللي عليها بحجر رشيد المشهور، وبشامبليون الشاب الفرنساوي اللي قارن هذه اليونانية مع الديموقوطية أو الفرعونية مع اللاتينية، أظن حاجة زي يعني اليونانية والديموقوطية والديموقوطية والهيروغليفية. قارن الثلاثة، الديموقوطية دي اللي هي تقريبا القبطية دلوقتي، حتى اللي بتقرأ في الكنائس. الثلاث أشكال دول ومن الخرطوش بتاع كليوباترا استطاع ان هو يفك سر هذا وكذا، وابتدوا يقروا الحاجات اللي موجودة معانا. وابتدت الأهمية تزداد. مقريزي في الخطط بيقول لنا حاجة غريبة جدا تفيد في كذا حاجة، وهو أن هناك قرية في الصعيد عرفها ودخلها ما زالت تتكلم بالهيروغليفية في وقتها. هو الراجل ميت 845، ده تلميذ ابن خلدون. ابن خلدون ميت 808 هجري، وده 845 هجري، يعني في القرن 15 الميلادي. لكن ما زالت ايه ده بعد 800 سنة من دخول المسلمين واكتر، لسه في قرية بتتكلم. اذا المسلمين لم يقهروا احدا على ان يترك لغته، واخد بالك، خدوها كده بالاريحية. فلا كان كل واحد يدخل الاسلام عايز يقرأ القرآن ويتعلم عربي. هناك 6 لغات عندنا هنا في مصر في النوبة، وكل لغة من اللغات الستة ما يعرفش التاني، ما يعرفوش يتفاهموا مع بعض. يعني النوبة، نوبة 900 مليون، ما عرفش كام، لكن هم من نسيج المصريين، صحيح، يشتغلوا بست لغات بقي لغاية دلوقتي. نحن لم نقهر أحدا أن يترك لغته. لما دخل الإسلام في تركيا عملوا كده، احنا لم نقهر أحدا أن يدخل الإسلام 800 سنة ولسه بيتكلموا هيروغليفي، صحيح. فإحنا كيف نتعامل مع الآثار؟ تعامل يا سيدي معاملة المصريين معها، لأن المصريين علماء أتقياء أنقياء فقهاء، تعاملوا معها الزمن الطويل وعرفوا كيف يتعاملوا معها. بارك الله فيك فضيلة الإمام، جزاكم الله خيرا. نتحول إلى اتصالات حضراتكم. أستاذة أماني، تفضلي فن. السلام عليكم. وعليكم السلام.
من فترة كنت عايز أسأل، أنا ابني عنده 11 سنة وكان في فترة بوديه الجامع يقرأ القرآن ويفهمه، بس أنا بعد الأحداث دي بقيت أخاف، فأنا عايز أعرف مكان يكون مضمون إن ممكن الناس في الجامعة يتهموا أفكار مش مصحة، وخايفة في نفس الوقت تدخل على الإنترنت يطلع معلومة مش مظبوطة، فإزاي نحمي أولادنا من حاجة زي كده؟ حاضر يا فندم، حاضر. شكرا جزيلا. أستاذة عزة اتفضلي يا فندم. ألو اتفضلي يا فندم. السلام عليكم يا فضيلة الإمام. السلام عليكم أستاذ عمرو. وعليكم السلام. أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال في آخر آية في سورة الفجر، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية قولي في عبادي وادخلي الجنة. نعم. المألوف إن إحنا دايما بنقول الآية دي عند الوفاة، حتى بنكتبها لما حد يتوفى قبل النعم، لكن في ناس بيقولوا لا، النفس المطمئنة دي في الحياة ودي ما تتقالش عند الوفاة، دي تتقال في حياة الإنسان. أنا عايز أعرف من حضرتك التحقيق. وشكرا. شكرا لحضرتك يا فندم. أستاذة هند اتفضلي يا فندم. ألو اتفضلي. ألو ألو يا مولانا. أهلا اتفضلي. الله يخليك. أنا والله بكلمك على موضوع الصلاة في المساجد اللي فيها أولياء. طبعا الناس بتقول إن الأولياء دول ما يبصوا إن إحنا نصلي في المساجد بتاعتهم عشان دي قبور، في حين ان احنا مسجد النبي فيه سيدنا ابو بكر وعمر مدفونين جنبه. ازاي بيقول عليك كلام زي كده؟ طب ما احنا ده مش قبر زي اي قبر مربوط من الاولياء والصالحين، ولا اللي بنصلي عندهم اهل البيت. هنا في مصر عندنا اهل البيت الحسين، ودول حبهم فرض على كل مسلم. كل اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة، يقولوا لنا هتصلوا ده حجر، ده قبر بتصلوا، ده جنب قبر، وده مش عارفه ايه. غير كده انت دلوقتي بتتوجه في صلاتك لمين؟ بتتوجه للكعبه. الكعبه دي مش بناء حجري، انا لما بروح قدام الكعبه وبسجد لله، مش بسجد للحجر للبنيان الحجري، بسجد لله. انا عايزه الناس دي تفهم، انا عايزه الناس تفهم ازاي يتكلموا على كلام ملهوش لازمه كده. حاضر يا استاذه هند، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا لمشاركتك معانا. فضيلة الإمام، بالنسبة للأستاذة أماني، يعني إزاي تعمل مع ابنها، تعلم ابنها الدين وتحافظ عليه في نفس الوقت من الاستغلال السيء من البعض؟ هو طبعا ده طبقا يعني واقعيا بيبقى من المنطقة، بمعنى أنه لابد أنه يكون في مسجد قريب. المسجد قريب ده يكون فيه القائمين عليه من الأوقاف ومن الأزهر الشريف، وليس من الجماعات الإرهابية أو شبه الإرهابية. ودي أرزاق، يعني قد يكون المسجد جنبي وقد لا يكون جنبي، لكن 11 سنة ده سن تعليم القرآن. ولذلك احنا بننصح الأخت أماني بأن هي تجيب واحد يحفظ ما تيسر من القرآن، مش ضروري يحفظه كله، يحفظ تلته، يحفظ كذا، فتتقوى عنده شكيمة اللغة العربية، تتقوى عنده الفكر المستقيم بما يحفظ، لأن اللغة دي قوية جدا، ويتقوى عنده صلته بالله وثقته في النفس. كل ده بيحصل من الحفظ، الحفظ مجرد الحفظ. ولذلك هم لما دخلوا علينا لورد كرومر بيقول يا أخي دول الناس دي للأزهرية، العلماء الأزهرية متكبرين. ليه يا لورد؟ بيسلموه بعزة كده، هم عايز يركع، عايز مش عارف ايه. فبيقول انا مش مطمئن للجماعة دول. نابليون لما دخل قال دول مالهمش الا القتل، ده احنا هنقتلهم. فابتدت ابحاث كثيرة جدا، وفي كتاب كان اسمه ثورة الاسلام يبحث عن هذا، يقول لك هم الناس دي اقوياء ليه؟ فاتضح انه باللغة، واتضح اللغة جاية من القرآن ومن الكتاتيب، فابتدوا يقضوا على الكتاتيب. عايزين نرجع مرة تانية هذه الفترة والكتاتيب. بعد ما كان يحفظ القرآن يحفظ ألفية ابن مالك، تلاقيه جبار بقى، جبار في الفكر، وفي ولا حد يعرف يعمل ايه. استقام الفكر باستقامة اللغة، وده اللي قلناه كذا مرة عنك. طيب الأستاذة عزة، يا أيتها النفس المطمئنة، لا هي فعلا دي مؤداها إلى الوفاة، لأنه يا أيتها النفس المطمئنة، ولكنها تشير إلى نفس مطمئنة في الدنيا. وقلنا إن مراتب النفس سبعة: النفس الأمارة بالسوء، ثم النفس اللوامة، ثم النفس الملهمة، ثم النفس
الراضية فالمرضية فالمطمئنة فالكاملة. فالنفس بتصل إلى الاطمئنان بعد الرضا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. دي درجات. طب نوصل للدرجات دي إزاي؟ بالذكر والفكر، وهذا هو طريق الله. السيدة هند التلبيس والتدليس بتاع النابتة هم اللي خلوا فيه هذا. كل تدليس وتلبيس للخوارج غرضوا في النهاية شيء مفزع، فهم يريدون تحطيم القبر النبوي في النهاية. سيدنا النبي مدفون بقى مدفون في المسجد دلوقتي، وكمان سيدنا عمر وكمان سيدنا أبو بكر، ها تعمل ايه بقى؟ رضي الله للنبي أحسن ما يرضى للبشر. إذن فالدفن، ولذلك يقول الإمام البيضاوي وفي الأضرحة أنها من أفضل القربات. طب وما الحديث البخاري هنعمل فيه إيه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم وأولائهم مساجد، يعني يسجدون لمن في القبر. لكن إحنا ما بنسجدش لمن في القبر. خد بقى المفاجأة، لم يعبد من أمة محمد محمدا أحد، ولا واحد ولا مجنون. كان يا أخي بدل ما يعبدوا سيدنا علي ويعبدوا الحاكم بأمر الله ويعبدوا البهاء ويعبدوا مش عارف إيه، يعبدوا محمد يعني أولى. لا، ما حصلش، ربنا حفظه من هذا. إذن فمساجد اللي موجودة في الحديث ليست هي الجوامع. ولذلك فزيارة أولياء الله الصالحين من أفضل القربات زي ما بيقول سيدنا البيضاء. بارك الله فيكم فرد إمام، جزاكم الله خيرا، أهلا وسهلا، شكرا موصول لحضرتكم، نراكم غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.